السلام عليكم متابعين الكرام. سنطرق ربح بطاقات جوجل مع طريقة سرقة وإثبات سحب 10 دولار. وإن تكون مشترك بالقناة من قبل فنادوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. أتمنى هذا الفيديو لأزيد من 1000 لايك لأنه يستحق ذلك. والآن أترككم مع الفاصل التالي. وقبل المرور إلى شرح حرة مشاركتكم إثبات سحب بقيمة 10 دولار ونصف لهذا التطبيق المميز المسمى بلولر ريوردز، ثم أن يمكنكم التطبيق من ربح أما بطاقة جوجل بلاي أو رصيد بيبال. نقوم بالتوجه إلى التطبيق وجميع روابط الجنة أسفل هذا الفيديو. بعد تنصيب التطبيق ستظهر معك هذه الواجهة وهنا يعطيك بعض التعليمات. طبعا سننقر على سكيب أصدقائي وسننقر على سيناب، ثم هنا سنقوم بالنقر على سونيك كونكتي لكي نقوم بإنشاء حساب خاص بنا في هذا التطبيق المميز. هنا صديقي تقوم بدمج الحساب الخاص بك في الجيميل. أنا سأقوم بالعودة إلى خانة لوجن وأقوم بالتسجيل لأنني سبق أن قمت بتسجيل حساب خاص بي. يعني تطبيق سهل جدا يمكنكم ربح بطاقات جوجل بلاي أو يعني رصيد في الباي بال وكذلك يعني طرق سحب أخرى. طبعا طريقة الاشتغال سهلة جدا، هنالك بعض العروض التي يمكنك إكمالها وستكملها وستربح بطاقتك للجوجل بلاي صديقي العزيز. قبل بدء الشرح وقبل يعني شرح التطبيق نقوم بالتوجه إلى خانة ريديم. ننقر عليها. عندما تنقر على خانة ريديم صديقي وفي التحديث الجديد لهذا التطبيق، عذرا عن بطء الإنترنت، ننقر على ريديم. إذن فشلون أصدقائي، هنا ستظهر معك بطاقة للجوجل بلاي بقيمة 10 دولار. كل ما عليك تجميع 9000 نقطة، ثم فيما بعد تقوم بتحويلها إلى بطاقة بقيمة 10 دولار. في التحديث الجديد تم إضافة يعني خانة السحب عبر بطاقات الجوجل بلاي، وهذا شيء جميل للمتابعين. طبعا هنالك الكثير من المتابعين يشتغلون عبر التطبيق المميز وطريقة الاشتغال سهلة جدا. إذن فشلون أصدقائي، هذه هي واجهة التطبيق. هنالك بعض العروض في التطبيق. كمثال عندما تقوم بالتسجيل اليوميا تتحصل على 15 نقطة. كل ما عليك النقر على بروسيد ويتم صديقي اعطاؤك يعني ال 15 نقطة، سيتم اضافتها في الحساب الخاص بك. هي امامكم، انا سبق وان قمت بيعني استعمال هذه النقاط. طبعا تقوم بانتظار 24 ساعة ويتم اعطاؤك نقاط جديدة. هنا يمكنك عمل سبينات صديقي، تقوم بالنقر على سبين، تقوم يعني عمل سبين وسيعطيك نقاط يتم اضافتها في الحساب الخاص بك. طبعا هذه العروض صديقي هي مجرد طبعا نقاط بسيطة يعني ستحصل منها يعني بطاقات جوجل بلاي، لكن اهم شيء هي عن طريق تنصيب الألعاب. تقوم بتنصيب الألعاب وستشاهد يعني أنك في غضون أقل من نصف ساعة ستحصل هذه النقاط وتقوم صديقي يعني سحب بطاقة جوجل بلاي. كذلك أصدقائي يمكنكم هنا بالنقر على توب اوفرز. عندما تنقر على توب اوفرز ستجد بعض العروض. الجميع منكم يعرف هذه العروض. اهم شيء صديقي ان هذه العروض عندما تكملها في هذا التطبيق ستتحصل على النقاط في الحساب الخاص بك. هنا مثلا صديقي تقوم بتنصيب هذا يعني البرنامج، هو امامكم يعني الاوفر الاول او العرض الاول، تقوم بالتسجيل وتقوم بفتح هذا التطبيق لمده 30 ثانيه فقط تتحصل 166 نقطه. كما تشاهدون هنالك الكثير من العروض الاخرى اصدقائي الاعزاء التي يمكنكم اكمالها. هو امامكم هنا مثلا هذا الفي بي ان تقوم بتنصيبه، وهنالك يعني بعض الألعاب تقوم بتنصيبها وفتحها وصديقي ستتحصل على النقاط في الحساب الخاص بك. كمثال هذه اللعبة يمكنك إكمالها أصدقائي، تصل إلى يعني الفيلج 3 يعني وتتحصل على هذه النقاط 3000 نقطة، يعني شيء جميل جدا. كما تشاهدون هنالك الكثير من العروض أصدقائي بطريقة سهلة جدا عبر هذا التطبيق المميز، يعني من أفضل تطبيقات للربح. يعني أصدقائي هنالك يعني عروض أخرى، مثلا إذا دخلنا إلى خانة هذه الخانة هنا التوب أوفرز 2 هنالك بعض العروض مثلا تقوم بالتسجيل. أهم شيء أنك عندما تقوم بالتسجيل سيتم إضافة النقاط في الحساب الخاص بك، يعني شيء جميل صديقي أنك تستفيد 9000 نقطة فقط تتحصل على بطاقة بقيمة 10 دولار. صديقي 10 دولار، هنالك تطبيقات يعني لا تعطيك هذه البطاقات يعني بهذا الكم من النقاط، يعني شيء جميل أن تجد تطبيق النقاط قليلة. وطبعا صادق وموثوق، أهم شيء أن الإثبات السحب تجدونه في يعني أول الفيديو كما شاركتكم إياه. هناك ما تشاهدون أصدقائي تقوم يعني الإجابة على بعض الأسئلة تتحصل النقاط. كما تشاهدون يعني معظمكم يعرف هذه يعني العروض يمكنكم إكمالها أصدقائي وتتحصلون على نقاط في الحساب الخاص بك. يعني أصدقائي هنالك الكثير من يستفيد من هذه الطريقة. آخر شيء وهو يعني رابط الحالة هنا صديقي، عندما تقوم بوضع الرابط الخاص بي هذا أمامكم في هذه الخانة، تقوم بإدخال هذا الكود هنا، تقوم بإدخاله هكذا، ثم تنقر على جيت بونيوس. عندما تنقر على جيت بونيوس صديقي سيعطيك 100 نقطة يتم إضافتها في الحساب الخاص بك، يعني تبقى لديك 8900 نقطة يمكنك إكمالها وصديقي تكملها بطريقة بسيطة جدا. آخر شيء وهو خانة السحب. إذا دخلنا إلى خانة ريديم هي أمامكم تجدها هنا، ننقر عليها. تنقر على خانة ريديم صديقي عزيز، هنا ستجد طرق سحب كثيرة. انظر معي، إذا أردت سحب 2000 نقطة
عبر باي بال يمكنك ذلك، ويكون الباي بال إما مفعل أو غير مفعل في كلتا الحالتين سيدفع لك التطبيق. إذا أردت سحب 2 دولار يمكنك سحبه، أو 5 دولار يمكنك سحبه عبر باي بال، وصديقي يمكنك شراء بطاقة جوجل بلاي من المواقع بدون أن تصل إلى 9000 نقطة. لديك الحل في كلا الحالتين. كما تشاهدون أصدقائي، هذه واجهة تطبيق اليوم. بقية يعني الخانات الأخرى يعني غير مهمة في التطبيق، أهم شيء أني شاركتكم يعني العروض التي يمكنكم أكملها وطريقة سهلة جدا. هنا وصديقي وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى أن تنال أعجابكم فكرة اليوم. أعلم أن البعض منكم ستعجبه الطريقة، ويعني بطاقات جوجل بلاي في التحديث الجديد في هذا التطبيق ستمكنهم من ربح بطاقات جوجل بلاي وشحن الألعاب. هنا وصلنا نهاية الفيديو أصدقائي، والآن أترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.